السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم على قناه كوزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي كنظن بان جميع المغاربه تعجبهم، هي الكسكس بالتفايه. مي هذه المره غادي نقدمه بطريقه مختلفه، فيتمني انني حطيت هذه الوصفه في القناه، ولكن كنت قدمتها بالدجاج البلدي، ولكن التقديم كان زربان بزاف لان كانوا عندي خواتاتي وكان خصهم يمشيو. دابا ان شاء الله غدا نحاولوا نزينوا ان شاء الله القصريه، ولكن غادي تكون بطريقه مختلفه. غدا اليوم غدا نقدمها بلي بروشيت واللحم. نبداو على بركه الله. هنا غدا نحضر بحال شويه بحال مروزيه. المكونات اللي غنحتاج في هذه الوصفه، غادي نحتاج غير شي شويه، فريمون غير شويه ماشي بزاف، الكوزه الصحراويه تقريبا، عندي هنا تقريبا شي 6 ديال الحبات، والزعفران الحر ضروري في هذه الوصفه كيعطي واحد اللذه رائعه. تقريبا نص معلقه صغيره ديال، وغادي ناخذ هنا الكركم اللي هو الخرقوم البلدي، معلقه ونص. ناخذ الملحه تقريبا معلقه كبيره، يعني جوج معلقات صغار. وغدا ناخذ سكنجبير، سكنجبير حتى هو ناخذ تقريبا معلقه عامره صغيره. وغدا نضيف البزار الابيض، تقريبا تكون معلقه بحال هكا، معلقه صغيره ديال البزار الابيض. هو الكسكسو بالتفايا كيبغي البزار الابيض، كيجي فيه زوين بزاف. وغناخذ شويه ديال الكوزه، ماشي بزاف غير شي شويه، ناخذ نص وحيده تقريبا. وغادا ناخذ عقله حتى هي، ناخذ ثلاثه ديال الحبات ديال القعقله. وغنضيف شويه ديال ظهر الفلفل، يلا كنت طحنت شويه غير البارح، كنضيفو هكا مطحون شي شويه، حتى هو غير شي شويه ماشي بزاف. هو اللي خصو يكون غالب هنا هو الكركم، الزعفران، والبسبسه، وقعقله. شي لاخر كنقول البزار الابيض، البزار الابيض ضروري ولا بدا، وشي لاخر غير معي طريقه من الحاجه. دابا غنطحن هادشي المكونات. وهي دابا من بعد ما طحنتها كتعطي، ها نتوما كتجي صفراء بحال هكا، تقدروا تغربلوها الا بغيتوا، بلاش ما نغربلها، نخليها غير هكذا. غادي نزول منها تقريبا معلقه صغيره، هذه غنخليها باش غنستعملها ان شاء الله. نزيد واحد شويه، هذا غنخليه باش نستعملوه في البصله معسله. وهنا ضفت بصله كبيره، ولا تقدروا تضيفوا جوج ديال البصلات صغارين بيضاء، وغادي نطحنهم باش غدات هاد البصيله هذه مطحونه غادي تختر ليا المرقه، وفي نفس الوقت كتعطي واحد المذاق هائل للحم. وغادي نخلي غنغطي، وغادي نخلي اللحم ديالي يترقد شويه، غير الوقيته اللي غادي نوجد فيها البصله، وغادي نوجد فيها المقادير ولا المكونات ديال الكسكسو، ونعود نتلاقاو ان شاء الله. وهنا عندنا هذوك لي بغوشات، هنا تقريبا عندي كيلو ديال لي بغوشات ديال الدان، تقدروا تستعملوا ديال الدجاج ماشي مشكل. هنا حكيت فيهم بصله، شويه ديال الخرقوم عرق اللي هو بلدي، وشويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير. وغادي نضيف ليهم غير شي شويه، غير شي شويه ماشي بزاف، من هذيك اللي قامه هذيك المروزيه اللي حضرنا. وغنضيف ليها شويه ديال الملح وشويه ديال الحامض، صافي. وغادا نخلط هادشي مزيان، وغادا نوضعو على جنب حتى نبغي نستعملو ان شاء الله. ودابا من بعد ما وجدت كلشي، دابا ان شاء الله غادا نرمي اللحم، غنمشي نزيد عليه الماء. ودابا غادا نعمر عليه الماء، وغادا نقليه ما والو، نعمر عليه الماء، وغادا نخليه يطيب بالمهل حتى يطيب ان شاء الله، تيقرب يطيب، وعاد غنبدا نفور عليه الكسكسو. ودابا غير كتطلع الغليه، يلا دابا غلا ليا، غادي نضيف دابا هنايا الحمص الكميه اللي بغيتو، وصافي غادي نخليه يطيب. الحمص
ملي كيكون في الكونجيلاتور من الاحسن حتى كتطلع الغليه عاد كنضيفوه باش كيطيب بسرعه. ودابا هنا زول شويه ديال الماء من الكسكسو، المرقه ديال الكسكسو غنضيف لها هنايا عندي 2 كيلو ديال البصله صافي. دابا غندير انا كلشي في مره، نقص عليها البوطه ونخليها حتى توجد على خاطرها. غادي نضيف شويه ديال الملحه باش ما تجينيش باسله، غنضيف هنا هذوك التوابل اللي بقاو ليا مروزيه، وغادي نضيف عويدات ديال القرفه باش ما تكحلش ليا التبايا، وغادي نضيف 3 ديال النجمات ديال الباديان. شويه ديال السمن غير شي شويه ماشي بزاف، والزبده كنضيف الزبده حتى هي، وغنضيف ليها حتى السكر. دابا هنا غنضيف السكر الاشقر وحتى معلقه ديال العسل، وغادي نخليها طيب على خاطرها. ودابا هنايا صافي ها هو طاب ليا، غادي نضيف القزبر والمعدنوس ولا غير القزبر. هيا بدات كتعسل، ها هو دابا تعزل الزيت بوحدو. غنضيف شويه ديال اللوز مطحون ومحمر، وهنا خديت الشريحه كنت مرقداها في الماء ديال الزهر، وخديت القلب ديالها غادي نضيفه لهاد الطغميره حتى هو، وما تبقى غادي نحتاجه باش غادي نحمر به اللحم. صافي غادي نزيد نعسلها غير شي شويه وغادي نطبي عليها. وهنا غادي نحمر الحيمات ديالي، باش غنحمرهم غنحمرهم هنا عندي معلقه ديال العسل مع معلقه ديال الزبده، شويه ديال السمن ماشي بزاف لانني غنضيف لاصوص حتى هي، نضيف شويه ديال السمن في الاخر غير شي شويه ماشي بزاف باش ما يجيش مجهد. وهنا الباقيه اللي بقات ليا ديال الشريحه، القلب ديال الشريحه هنا، هذا القلب ديال الشريحه كناخذ الشريحه وتنزول ليها غير القشره ديالها صافي، من بعد ما كنكونوا رطبناها ليله كامله في ماء زهر. ها غنزيد شويه ديال الزعفران الحر هنا في هذا الخليط صافي، وغادي ندهن اللحم وغادي ندخلو وندهنو من التحت ومن الفوق. الحيمه كندهنها بحال هكا من التحت ومن الفوق، وغادي نخليه يتحمر غير شي شويه في الفران حتى كيولي حتى كيتبدل حتى كيتحمر مزيان صافي، وكندوبو كنزولو ان شاء الله. دابا ها الكسكسو وجد ليا، غادي ندهنو بالزبده باش نبدا التقديم. وهنا هذاك الزيت اللي كيبقى ليا هنا يبقى لي على 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 التفايه، غادي نضيفو هنا كله، وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون وصافي. ها ها الصوص وجدات ليا. وهنا غادي نجيب هاد الاناء هذا، غادي نحطو هنا في الوسط، غنجيب نحط عليه اللحم. وهنا حطيت هاد الطبيسلات، واحد درت فيه التفايه وواحد حطيت فيه الحمص، كمسا ما يبقاش عندكم المشكل ديال هذا ما كياكلش حمص هذا ما كياكلش التفايه، بحال ولدي انا صغير ما كيبغيش الحمص. وهنا غادي نزيد التفايه هنا فوق من اللحم كيف ما جرات العاده، نزول القرفه هذا كيبقى. بالنسبه للتزيين كتبقى لكم حريه الاختيار، تقدروا تزينوا كيف ما كيعجبكم. وهنايا عندي هذا المشمش مجفف، حتى هو رقدته في الماء زهر، بيته ليله كامله في الماء زهر،
وكنحلو هكا على جوج، وكنحط اللوزه بحال هكا، غنحطها بهذا الشكل. هنا هذوك لي بروشيت اللي حضرنا قبيله غندردر لي عليهم غير شي شويه ديال اللوز. الا بغيتو تقدروا تدهنوهم حتى بشويه ديال العسل. غنقدمهم بهذه الطريقه هذه. هنا راه ما استعملتش كيلو كامل ديال اللحم ديال لا داند، جا كثير بزاف، نقصت منه. دابا غنضيف البيض ديال السمان، هنا هذه الشريحة والقرقاع. القرقاع كتقلبو غير من الداخل بأنه ما فيه حتى شي حاجة. ناخدو التمر ونديروه هنا. صافي، وهنا غادا ناخد شويه ديال اللوز اللي محمر في الفران، وغادا نضيفو هكا عشوائيا هنا في الوسط. اوكي، يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الطبق ديال اليوم ما تنساوش تلايكيو الفيديو وتشتركوه مع الاحباب والاصحاب. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها باش توصلوا بكل جديد الى وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.